الطريق إلى جبال حفافة وعر وضيق. هذاك الجبال اللي قدامنا هي لكن جميلة. هذا الطريق إلى وادي الحفافة، وادي جميل للغاية. الجبال تشوفونه ورانا هناك. نحاول نجد الطريق، إلى الآن ما وجدنا، لكن إن شاء الله نمر. ما نزال في الطريق. طالعين إن شاء الله. وادي جميل وغيل وجلسات، وادي جميل للغاية. الحفافة، رجال الماء. لا يوجد طريق نهائي. وصلنا مياه، أشياء جميلة، أكيد ذياب موجودة في هذا. في الوادي غيل وأعلاف غريبة زي البلوبنك، طولها يمكن يجي مترين. أعتقد لابد نبحث في إيش نوع هذا الأعلاف. مواصلين الجبل إن شاء الله نوصل. هذا هو الجبل اللي فوق، اللي وراء الثاني ارتفاعه 1200 متر عن سطح البحر. إن شاء الله نوصل نكتشف المكان. أماكن وعرة للوصول، لكن إن شاء الله نصل. جبال جميلة للغاية. مواصلين إن شاء الله نوصل ونعطيكم تقرير جيد عن الجبل هذا. بنتغدى هنا إن شاء الله ونواصل إلى جبل الحفافة أو جبال حفافة. شوفوا عليها إن شاء الله سحب وأمطار هناك، إن شاء الله نطلعها. الجبل اللي قدامنا شوف، نص مرة من فوق ونص الثاني عادي، وكمية مرة عادية اللي أكسيتي لكم جدا، كمية ممتازة تجارية. المواصلين طريق الواد الحفافة، مجموعة من الشعبان كثيرة جدا حول الواد. وصلنا جبل حفافة، هذا واحد منها، وعلى كل موجود أمطار. سبحان الله العظيم، بنحاول نوصل. حصلنا سيل، انسحبنا ورجعنا. ما شاء الله أشجار كثيفة. ماشيين إلى الجبل إن شاء الله، بس ما في طريق، راح نرجع رجولنا شوي. الآن طالع رجولي للجبل، جبل حفافة، باخذ مسافة. يقولون جبل كله جن، لكن بنشوف آخر الليل المغرب في جن ولا ما في. أشجار منوعة وغريبة حقيقة. شوف هذه الفصيلة، يعني تنوع عجيب الأشجار. شايفين جمال العدنة هذه وسط المرو، يعني أشجار ضخمة. العدنة هذه رائعة، اللي يسمونها رجل الفيل. ما شاء الله. أغنام ما شاء الله برية من جد، لا شعير ولا على الأعلاف. دهم ما شاء الله. ما شاء الله المطر بدأ، وفي طريق قدامنا مسمنت يطلع رأس الجبل هذا، نحاول نطلع إن شاء الله. انحدار عجيب في الواحد، ويلا تطلع الحين، يلا تطلع. الرجوع الآن من جبل حفافة إلى الدرب. نحاول الطلوع، انحدار عجيب، يا بالدبل يا بالعادي.